شو السالفه؟ انطلق تفضل على البوفيه. حياكم الله مستمرين معاكم في صباح الخير الكويت والفقره الجدا جميله. انا الريحه شوي شوقتني ودي اكل، بس خلينا ناخذ تفاصيل الاكل الايطالي وفائده الاكل الايطالي اللي احنا فاهمينها غلط. اكيد راح تكون مع ساره الكندري اخصائي التغذيه والشيف سوزانا. يسعد صباحكم، حياكم الله. ويلكم. Welcome, buongiorno. Good morning. Buongiorno. How are you? Very good. What about you? Good, good, not bad. شو عارف سارة طيبة؟ الحمد لله. سارة وحشتيني وغادة. ومن زمان ما شفناك حبيبتي. أكيد جايبك لنا معلومات كثيرة عن الأكل الإيطالي. جايكم من إيطاليا اليوم. واو، جايكم من إيطاليا وجايبة الشيف سوزانا من إيطاليا بعد شكلك. تعلمت كم كلمة إيطالية ويدكم ممكن حلو. يدكم بالمطبخ الإيطالي صدقي. شلون؟ احنا متعاونين عليه. حياك. يمكن المطبخ الإيطالي دائما اللي يحب الأكل الإيطالي يتهم انه هو متين او يحب الاكل الدسم بكميات كبيره. بالعكس، يمكن اليوم سوزانا راح تراوينا الاكل الايطالي وايد فريش، وايد يعتمد على المنتجات المحليه الفريش. وايطاليا من الدول اللي تقع على البحر المتوسط. صحيح. وهذه من المطابخ اللي جدا ممتازه، اللي تعتبر نظام البحر المتوسط من الأنظمة الغذائية تقلل أمراض القلب وأيضا تقلل السمنة، أثبتت علميا. وحتى إيطاليا تعتبر في عالميا تعتبر ثاني دولة كمنظومة صحية من بعد فرنسا في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وهذا يدل أن الإيطاليين ما يصفون وايد على الصحة لأن صحتهم أحسن. لأن صحتهم أفضل. إنزين، بس شلون اتهموا إن أكلهم وايد في كربوهيدرات وفي نشويات وفي ما أدري شنو؟ ليش اللي إحنا واصلنا غلط سارة ولا اللي هو هناك صح؟ مثل ما دردشت مع سوزانا وضحت لي، هم يعتمدون على يمكن وايد مكونات موجودة هني، لكن يعتمدون أيضا على الكمية، وايد يحددون الكمية. صحيح. يعني قالت لي usually use the pasta only 80 grams. Right. Yes, portions would be smaller. Another important thing would be the sauce. 80 gram. 80 grams. Can you show me like... usually in a plate. Like I would say it would be something like that. Okay. Something like that. And it would be an important part of our meal. You wouldn't overpower it with a lot of sauce. Okay, let me say it like straight. Why do we have that stereotype about like the Italian food? It's gained like food and it has a lot of like fat. Italian food is the most copied food in the world. So you would see many Italian dishes that are not purely Italian. In fact, Quiri people who travel to Italy, they get to experience the real food and they come back with certain expectations. You will see that we use very simple, natural, seasonal ingredients. And we do not tend to cover everything with white sauce, for example. Okay. You wouldn't have such a thing. Yeah. طبعا هي تقول مشاهدينا تقول بأن يعني المطبخ أو الأكل الإيطالي تحديدا من أكثر الأنظمة الغذائية اللي يمكن استنساخها، وممكن يعني أي إنسان ممكن يسوي الطبخة الإيطالية، لكن الإضافات الموضوع وما في موضوع الإضافات وموضوع أيضا الكميات هي اللي لها علاقة طبعا بزيادة الوزن، على عكس الأكل الإيطالي اللي مثل ما قالوا بأنه صحي. أنت ضافك شيء واحد الحين سعود بذني يقول لي، والجبن والكريمة والهذا البارميزان والعسل. مش أساسي. You don't use cream as much. You use maybe olive oil much more. We do in certain dishes use cream, but not everywhere. And we use extra virgin olive oil of the highest quality. And we tend to avoid processed food. So we make everything from scratch. الجديد سارة، يعني تركيزك اليوم على الأكل الإيطالي أكيد في مغزى، وما تركزين على شيء إلا في تغذية أو غذاء سليم صحيح للي حاب الأكل الإيطالي ووايد يعني يتعلل من سالفة إن شلون يأكل الأكل الإيطالي. فبمنظور التغذوي الصحي، شلون ممكن نأكل الأكل الإيطالي مع سوزانا؟ يمكن من النقطة اللي جمعتنا أنا وسوزانا هو حملة إدامي نباتي اللي تحكينا عنها قبل في هالبرنامج. ننصح الناس يوم على الأقل في الأسبوع إنه ما يستهلكون اللحوم وبدلونها بمصادر نباتية. اللي موجودة هالأطباق بوفرة في المطبخ الإيطالي. صحيح. وهذا اللي جمعنا في سوزانا. يعني سوزانا بدت تسوي لنا تاج على أطباقها النباتية من مطعمها سيبو اللي هو مشروع منزلي بادي بالكويت. حلو. من فترة قصيرة، ومن هنا تعرفنا عليها وعرفنا إن هي استشارية في المطبخ الإيطالي وحتى تسوي تورز كانت بإيطاليا حق الأطباق الإيطالية. فمن هنا عرفنا سوزانا وتقدمت لنا وايد أفكار من التاجز. الريحة الحلوة والباديان، شو قصتها اليوم؟ دادش. It's my favorite dish, melanzane alla parmigiana, and it's comfort food. But today I'll be showing you a very healthy version of this dish.
normally you would see that it's aubergines baked and in layers with mozzarella, parmigiano, and freshly made tomato sauce. It seems like a lot of fat. But in fact, we changed it. I changed it. I'm lactose intolerant. So I cannot enjoy all the fantastic cheese present in Italy. And therefore, I would make a version for lactose intolerant people, but also a slightly lighter version, even for people who can eat a little bit of mozzarella. I wouldn't just do a very heavy dish, especially in this season. حلو. طبعا هي تقول بأن يعني الطبق يمكن يفترض أنه يكون دسم لكن راح تقدمه بطريقة يكون أكثر صحية وأقل سعرات حرارية. أي نعم. وهي سوزانا معها حساسية من اللاكتوز، يعني المطبخ الإيطالي وايد معروف إنه يستخدم منتجات الحليب واللاكتوز طبعا السكر الموجود في الحليب. فهي دائما قاعدة تتبدل بعناصر موجودة في المطبخ الإيطالي. يعني اليوم قدمت لنا الطبق في نسخة معاها جبن ونسخة بدون جبن، بس معتمدة على صلصة. بس خلونا نشوف مع المشاهدين المكونات حتى يسجلون بأرقامهم أو يصورون الشاشة، بعدها نرجع مع الشيف سوزانا وتسوي لنا وصفتها البديان الجميل بجبنة البارميزان. ورنا سعود. هذه المقادير؟ أوكي. وأنا مذهب القلم والورقة بكتبهم. نبي نحفظ. What's the name of the dish? Parmigiana. Parmigiana. طبعا هذه المقادير كانت موجوده للمشاهدين على الشاشه، ان شاء الله بعدين حتى يمكن في ختام يعني الحلقه راح نرجع نحطها مره ثانيه. Shall we start? Absolutely. Cool. Okay. Okay. You can see here the finished dish. This version has mozzarella on top. This one instead would have just plain tomato sauce. Now, the key to make a good quality tomato sauce would be to have the highest quality tomatoes. And another thing I strongly suggest you to use is herb salt. So instead of just using salt, why don't infuse it with oregano, thyme? You also have a wonderful version here, za'atar. So there are many ways you can use less salt and just add some aromatic herbs to your dishes. Okay. شو اللي صاير هني؟ طبعا المفتاح ان نسوي صلصه طماط ناجحه ان نستخدم الانواع الفريش او الانواع الطازجه من الطماط، ونضيف عليها الملح بكميات بسيطه، ونطعمه بالبهارات والمكونات مثل الزعتر والزعتر البري، بحيث تعطيه طعم وتقلل من كميه الصوديوم اللي قاعد نستهلكها. حلو. 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 بدايل حلوه اتصور. بالضبط. ونكهات حلوه. وهذه يمكن يعني سوزانا قالت لي قبل الهواء ان هم دائما يروحون الفارمرز ماركت او سوق المزارعين عندهم كل سبت هناك بايطاليا ويشترون ماكله حق الاسبوع كامل، فتكون دائما منتجاتهم وايد يحتفلون بالمنتجات اللي تكون في موسمها. حلو. فهذا مميزيه التغذيه بشكل تكون اورجانيك وقيمتها الغذائيه في قمتها. صحيح. وحتى هني بالكويت تستخدم منتجاتها من مزارع الكويت. حلو. فمن يزيد القيمه الغذائيه حق الاطباق. طيب هي هني في بالجبنه وفي من غير، صح؟ نعم. الاكثر صحيه ساره شنو؟ طبعا الاقل سعرات حراريه ومناسبة حق الناس اللي معاهم حساسية من منتجات الحليب، النسخة اللي بدون الجبنة تقريبا سعرات الحرارية 87 سعرة حرارية حق البورشن هذه. بيس واحدة. الوحدة ها؟ البورشن كاملة. اوكي. 87؟ 87 سعرة حرارية. يعني يعتبر يا دوب بتاكل هذا الدهن بيكبد فتكفي. وحتى هي مسويتها النسخة اللي مسويتها طبعا بدون قلاي. اوكي. حاطتها بالفرن بالضبط. وتنصح انه ضافت عليها شوية زيت زيتون الاكسترا فيرجن او النقي. ويو هاف ا تريك تو تشوز ذا جود اكسترا فيرجن اولف اويل. ذا كواليتي اوف اكسترا فيرجن اولف اويل از فيري امبورتنت. ات هاز تو بي ان اتس بيورست فورم، ات هاز تو بي كولد بريس، اند اتس سمثينج ذات وي ريلي فوكس اون. ا تريك از فور كونسيومرز تو ريد ذا ليبل. ات هاز تو بي كولد بريسد، اند اف ذا اوليفز ار جرون in a special area and there also and the olive oil is extracted in a certain area which is recognized by the European Union, you would have DOCG, which basically
indicates the area and that it meets certain quality standards. اللي هي عصرة أولى والبكر يكون البكر. نعم تكون عصرة باردة وفي منظمة هناك بإيطاليا DOCG راح تشوفون الليبل مالها على المنتج تضمن لك إنه معصور بمنطقة معينة مو خالطينه مع زيوتنا. حلو حلو حلو. فهذا حق الناس اللي بيشترون هني من الكويت ممكن ينتبهون حق هاللوجو. بالضبط هذه المعلومات تكون موجودة. المنتج جودته أعلى. عالية. طيب الثانية كم كالوري فيها؟ تقريبا هي حوالي فيها 60 جرام من الموزاريلا فراح تزيد بحوالي 50 سعره حراريه. فالتوتال مالها ايش كثر؟ فالتوتال تقريبا يكون بحدود 140 سعره حراريه. حلو. هذه 140 عدد بالضبط. اوكي حلو. هذه مع هذه تمام يلا وايضا خيار جدا ممتاز يعني تقريبا تحتوي على 4 جرام من الالياف فخيار حلو. جدا ممتاز حتى حق مرضى السكر حق مرضى القلب حق الناس اللي يبون يشبعون اللي فيهم عندهم سمنه حتى الخيار اللي ما عجبن ممكن نختار اللو فات فيرجن ممكن يكون جدا صحي حق الناس اللي قاعد يسوون دايت او عندهم حاله صحيه بالضبط. معينه. اثناء لقائنا وحديثنا مع ساره وسوزانا راح تنزل لكم تحت كابشنات فيها معلومات صحيه جدا مفيده لكم لعشاق الاكل الايطالي ويحابين ياخذون المكونات تكون طبيعيه اكثر صحيه اكثر فيكم تقرون الكبش اللي راح ينزل من خلال اللقاء. نبلش ساره. So as you can see these are grilled aubergines and my suggestion would be to add to start layering it and you could put a spoonful of sauce. Of sauce. This is tomato sauce in its purest form with some herbs. Salt and also with some I added a little bit of chili because I know here you like some chili. Yes. Okay. تقريبا هي قالت لي ان صلصه الطماطم في انقى حالاتها بس يفحون الطماطم بعدين يشيلون السكن ويطحنونها مع شويه ملح يكون مطعم بالبهارات الايطاليه حلو. وهي ضايفه شويه من التشيلي او البهارات الحاره لان تدري الكويتيين يحبون الاشياء السبايسي صح كان وي سويتش ذا توميتو وذ اذر صوص Now, any other potential? Of course, you can be creative, but it wouldn't be. I can't. Authentic. Me, I can't. Authentic. You don't like tomato sauce. Not really, but I was thinking like maybe we could like switch it with some other sauce. That's it. It would be. There's another thing you could do, a sort of a gratin, with just layered with veggies and olive oil. But it would be an entirely different dish. Oh, okay. So next time I will do something without tomato Thank for you. Without tomato. Okay. Another version. So I was saying. Tomato. من النقاط اللي لفتت نظري سوزانا قالت لي إنهم ما عندهم صلصة الألفريدو. يقول دائما يجون الكويتيين لما تكون في المعارض تقدم الأغذية تقول يطلبون مني صلصة الألفريدو أو طبق الباستا مع الألفريدو ما صحيح. عندهم هالأطباق اللي دائما تقريبا الألفريدو صلصة الألفريدو إذا بطلبها مطعم إيطالي 100 جرام في 133 سعرة حرارية بينما 100 جرام من صلصة الطماط في 87 وايد فرق كبير تقريبا 50 سعرة حرارية ب 100 جرام بس ليش يكون فيها كريمة أكثر شيء هذي؟ يكون فيها كريمة ومعتمدة على الدهون المشبعة كمية كبيرة طبعا حتى الشعب الإيطالي من أقل الشعوب اللي عندهم سمنة يمكن قاعد تزيد شوي بسبب الأطعمة المصنعة وأيضا من أقل الشعوب اللي عندهم أمراض قلب لأنه يعتمدون على زيت الزيتون كمية كبيرة والكريمات بكميات أقل والدهون المشبعة خصوصا في الجنوب جنوب إيطاليا اللي هم أكثر شيء المزارعين الفارمرز هالسوالف بالضبط يكون منتجاتهم لوكل أكثر محلية صحيح. أكثر وفريش أكثر صحيح سبحان الله معروف يمكن أو يمكن في كلام على موضوع يعني النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يعني صحيح. سواء اللي هم شمال البحر أو حتى في جنوب البحر يعني يتمتعون بهذه بالصحة بشكل عام يعني تبارك الرحمن هذه جهزت أم 87 بالضبط هذه 87 هذه خفيفه على هذه خفيفه برمجة. وتلاحظون ان دائما جميع الاطباق الايطاليه لازم فيها لمسه من الخضار صح خصوصا الخضار الخضراء الورقيه اللي تكون فيها الخضار غامض فتكون قيمتها الغذائيه وايد عاليه and usually you use vegetables a lot in your dishes absolutely absolutely this is an example this it's something that you would bake for 20 minutes okay. and that's it but we would always have some kind of vegetables in our meals. حلو حلو طبعا تأكد على موضوع يعني الـ ايضا الخضار الجانبية اتصور يكون في الطبق الايطالي. صحيح. No bread. Can we add bread? Small piece of bread. With you of course. If you want bread. Now
ملاحظ وايد بنت عليه اضافات يعني اضافات هي تقول بامكانك تكون كرييتيف يعني تبي عيش بعد ممكن يحطون وي نيد تو اسك بس بريد از ا فيري امبورتنت بارت اوف اور كوزين ام وي وود هاف ديفرنت كايندز اوف فوكاتشاز بريدز افيلبل يو نيد تو شويه ليميتد اند يوزوالي ذا ابيتايزر يو سيد يو هاف ذا بريد ستيكس يو كول ذم وات اكزاكتلي وي كول ذم جريسيني اند يو وود فايند ذم اون ريستورنت tables and it's something that we would eat while we wait for our food. Yeah. You have to be careful. Otherwise, just I can't stop it actually. I can't stop this يعني part. سوزانا دائما قالت لي ان انا ما احط عيني عليهم وخليهم على جنب لان أي. فعلا ممكن توصل 300 400 سعره حراريه وانت ما تدري وانت ما تدري خصوصا مع زيت الزيتون اللذيذ مالهم والزيتون تحطين هذه محطوط دائما في مطاعم ايطاليا سواء هني او في ايطاليا يحطونه جزء كجزء من الضيافه فانت بالضبط قاعد تاخذ سعرات وجبه قبل ما تجي لك الوجبه الرئيسيه وهذا هذه الفكره من ان اكل يمكن يمتن او يسمن الاكل الايطالي هذه المقبلات هي اللي شوي والكميات بالضبط عبد العزيز قام يتمطل اي والله الناطره الثانيه ثاني احنا راح نشوفها هذه الفيرجن الجاهزه طبعا هي هذه الفيرجن طبعا راح يحطونها بالفرن لمده 20 دقيقه حلو سوزانا حضرتها سابقا في البيت لان معاها حساسيه فما راح نقدر نحضر الفيرجن الثانيه بس هي نفس الطريقه بس you add in every layer about 1 spoon of mozzarella well you would slice the mozzarella and you would add a slice on each layer it's up to you you can make a very high tower yeah. I would suggest just keep it quite low تقدر يعني دوبل السعرات الحراريه معك اوكي فانت تقدر تدوبل البرج مال بس انا كلهم ترى يعني كل ما تزيد البرج تزيد السعرات يعني تزيد السعرات لكن مثل ما قلنا كميه الالياف وايد كبيره فراح تشبع الشخص اللي قاعد يتناولها وعاده احنا الاطباق الايطاليه دائما تصير بالبايركس الكبير تسويها فاليوم سوزانا سوت لنا الطريقه على كميه حق الشخص الواحد احنا دائما لما نحدد كميتنا تكون صغيره تعطينا ايحاء ان نخلص كميتنا المفرده حقنا مو نصب عندنا غرفه وغرفتين وثلاثه هذا اللي ممكن يؤدي صحيح. الى زياده الوزن صحيح فنتمنى ان شاء الله يكون هناك طرق صحيحه في اكل الاكل الايطالي لانه جدا لذيذ وممتع وصحي ايضا نبعد عن شوي الدهونات وغيرها وناكله بشكل صحي اكثر شكرا ساره شكرا سوزانا سوزانا تتكلم على عربي او كويتي شويه كويتي كويتي جود كويتيه خلاص نعطيك الجنسيه سوزانا شكرا يعطيكم العافيه شكرا الريحه ايش حلوه الاكل الايطالي عجيب غريب وايد وايد حلو بس خلينا يعني قبل لا نختم لقائنا اليوم